طبعا كما قلت انا استغربت بالنسبه للموقف اللي خداه الرئيس السابق لجمهوريه تونس. ما عمرني كنت كنظن بان مثلا مسؤول مغربي مسؤول سياسي في حكومه سيتدخل في ملف يروج قضائيا امام القضاء التونسي. طبعا اللي خلى كنظن الرئيس السابق وهو حقوقي مناضل حقوقي انه يصدر هذا الموقف بهذا الشكل المتعاطف هو المغالطات ديال مجموعه الناس اللي كتحاول تروج مجموعه المغالطات لا الواقعيه ولا القانونيه فيما يخص هذه الملفات اللي كتعرض على القضاء. مع الاسف ملفات تمس اولا بسمعه البلد، تمس بمؤسسات هذا البلد. الاصل هو ان السي المرزوقي كان المفروض انه في اطار وهو يعلم الحقوقي قبل ما كيصدر موقف ويبني القناعه كيدير يعني كيدير استشاره كيدير راس كيدير مجموعه ديال المسائل اللي باش يوصل يكون القناعه وباش يوصل يصدر موقف. في غياب هذا الشيء كله ما يمكنش. هو عنده علاقات بحقوقيين مناضلين داخل المغرب، كان يتصنت وكان خصو يعرف بان ملف معروض على القضاء ليس ملف يتعلق بحرية الرأي ولكنه جريمة حق عام، وجريمة حق عام فيها طرف آخر اللي هو الضحية اللي اشتكى وقدم الشكاية ديالو أمام القضاء المغربي، وكان المفروض أنه يتحرف هذه المسألة قبل ما يصدر موقف. مع العلم أن العلاقات المغربية التونسية في هذا الإطار وبين الفاعلين الحقوقيين احنا كنعرفوا المغرب والخدمة اللي قدمها تونس في مجال العدالة الانتقالية، واللي تونس حاولت تستفد من تجربة المغرب في هذا الباب من أجل المصالحة مع ماضيها ومع الانتهاكات الجسيمة اللي كانت ديال حقوق الإنسان كما هو كان حال الواقع المغرب في سنوات ما سمي بسنوات الرصاص. مع الأسف موقف غير مبني على أساس، لأنه طبعا مبني على مغالطات يسربها من يصول ويجول من أجل تسريب هذه المغالطات واستصدار تعاطف مبني على مغالطات. وهذا مع الأسف مسألة اللي انا كنعتقد مسؤول سياسي كان المفروض انه يهتم بقضايا حقوق الانسان في تونس قبل ما يهتم بقضايا ملفات قضائيه معروضه على القضاء المغربي احتراما للسلطه القضائيه في هذا البلاد واحتراما لاحكام القضاء.